لما حد بيحفر بير يحفر ويحفر 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 بيكون مطالب يفكر هو هيطلع منه ازاي. واضح ان احنا بنحفر وبنفكرش هنطلع ازاي. دي معضلة. انا الحقيقة هطلب من ضيفي العزيزين ان يفكرا معا، وهما شخصان محترمان، واعتقد ان كل منهما يحمل للوطن مشاعر متهيألي مشاعر وطنية عندنا كلنا، انما الاهم ان كل منهما يعرف المأزق من وجهة نظر التيار الذي ينتمي اليه. طيب في حاجة في النص نقدر نعملها؟ هل في نقطة في كده حاجة فاصل يتحط ما بين الإطارين القطارين اللي ماشيين بسرعة عالية وفي مواجهة بعض؟ حاول أسأل الطيفين العزيزين، عسى أن يكون عندهما ما ليس عند الكبار من أفكار ومقترحات، ورب يسترها مع البلد. هبدأ بالأستاذ نادر عمران المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة. بسم الله. هي القضية أعتقد لو عايزين نوصل يعني زي ما قلت في الأول من شوية، هي لازم فتح طرق الحوار، طرق للحوار. ده أول وسيلة وراك واحد طرق للحوار، يجب فتح طرق للحوار بأي شكل من الأشكال عن طريق أي طرف، ويجب ألا يتمسك أي طرف بعدم الحوار. لا سبيل غير الحوار. نشترط في الحوار، نشترط أجندة معينة، نشترط حد زمني معين، نشترط أشخاص معينة، نشترط مواضيع معينة، نشترط عرض المساحات التنازل اللي ممكن تبقى موجودة. لكن ألف به الحوار إن يكون في مساحة. مش ممكن أروح أتحاور مع حد وأنا لا يمكن التنازل 100% من اللي أنا مقرره، والطرف الآخر نفس الحكاية مش ممكن يكون راح يتحاور وهو ليس عنده استعداد للتنازل. يجب أن يظهر الطرفين أو كل الأطراف، مش عايز أقول الطرفين يعني طرفين بس، لا أنا عايزين أقول أي أطراف، يظهر بشكل ما مساحة التحاور. إيه المساحة اللي ممكن نتفق فيها؟ إيه المساحة اللي ممكن نبتدي منها؟ إيه المساحة اللي ممكن تبقى مشتركة بيننا؟ بالتالي هيحصل حوار. لكن غير كده مش هيحصل حوار إلا فتح سبل الحوار المشترك. زي ما قلت من شوية برضو، الاحتكام إلى مرجعية واحد. هل إحنا في شرعية ثورية؟ أنا ما بوجهش شرعية ثورية، احنا شرعية دستورية، شرعية قانونية، الشعب القانون، وبالتالي نستزم بشيء معين. هل احنا في مرحلة شرعية دستورية؟ فبالتالي ما يقول القانون هو نلتزم به بغض النظر عن رغبة. آخر جملة لحضرتك. هل احنا في الشرعية الشعبية؟ الاحتكام للصندوق. هل لو اتفقنا ان الديمقراطية زي ما حسام بيقول هي اجراء لتحقيق شيء معين، فبالتالي يبقى مش هي المرجعية بتاعتنا، المرجعية بتاعتنا شيء تاني، ونتفق على هذه المرجعية. بعد ما نتفق على هذه المرجعية بشكل كامل نبتدي نبني على هذا. هذا غير قانوني، لو قلنا شيء قانوني، هذا غير شعبي، هذا الشارع ما يريد كذا، ونتفق عليه. لكن ندخل في دائرة المفرغة عندما نروح للشارع نتقن القانون، نقول لا هنحتكم للشعب، للميدان، نحتكم الميدان، الميدان يقول حاجة، لا انا هحتكم للقوة الأكبر. هنقعد نلف في دائرة مفرغة لن نخرج. نحتكم إلى شيء واحد نحتكم إلى شيء واحد ونحدده ثم نبني عليه. أشكرك أستاذ نادر. أستاذ حسام مؤنس متحدث باسم التيار الشعبي، لو حضرتك اعطيني كده روشتة لإزاي نطلع من المأزق اللي احنا فيه. يعني أول دواء المفروض ناخده إنه يدرك أي شخص أو جماعة أو حزب أو فصيل في السلطة إنه مش في البلد لوحده، ويدرك إن الديمقراطية عملية متكاملة مش مجرد شكل ولا إجراءات، وإن الديمقراطية دي بتتم في مناخ عام يقتضي إنه يبقى فيه سبل للحوار وكل الكلام اللي بنعطيه. كلام جميل جدا. في العملي أول خطوة لازم أنه يتم فورا سحب هذا الإعلان الدستوري دون نقاش، يعني ده مش محتاج نقاش. وإذا كان الكلام عن فكرة وإذا كان الكلام عن فكرة الحوار، فالحوار موجود فعلا، مقالات الرأي وبرامج التوك شو والمظاهرات اللي في الشوارع والحوار الذي تم قبل إصدار الإعلان الدستوري، كله دي سبب الحوار. محدش معترض على الحوار كآلية، لكن الحوار دون نتائج، بالعكس بقى ده جايب نتائج عكسية تماما. يعني كل وجهات النظر اللي اتسمعت من الدكتور مرسي هو الحقيقة مش عكسها تماما، فبالتأكيد مفيش أي قيمة للحوار في الحالة دي. يثبت الدكتور مرسي أنه عنده استعداد يتراجع، يثبت الدكتور مرسي أنه رئيس شرعي منتخب من الشعب المصري بأغلبية 52%، وده اللي يدعوه أكتر لأنه يحرص على احتواء المعارضة قبل ما يفكر في أنه يهمش دورها أو يقصيها عن المشهد أو يقف بالعناد لها. يثبت ده بأنه يسمع صوت الناس اللي في الميادين والشارع. الموضوع مش ميدان التحرير بس، ومش الموضوع دول عددهم قد ايه، الموضوع دول تعبير عن ايه، عن انهي قوه حيه في المجتمع.
نادي القضاء لما يطلع ولا نادي المحامين تطلع مسيره فيها الالاف ولا نادي النقابه الصحفيين تطلع، يعني انت عندك قطاعات متنوعه جدا وعريضه جدا في المجتمع بغض النظر عن اعداد قد ايه، بتقول لك احنا ضد الموقف ده بما فيها القوه بالمناسبه محسومه على التيار الاسلامي. حزب مصر القويه رغم انه عنده نقطتين موافق عليهم لكن هو ضد باقي الاعلان الدستوري وكذلك اخرين. يعني في حاله عامه في هذا المجتمع الان وقواه الحيه اللي بالتاكيد ليها جمهور موجود النهارده وموجود يوم الثلاثاء اللي فات، بتقول الدكتور مرسي تراجع عن هذا الموقف، يعني انه لحد امبارح بالليل بقى يطلع ما ينفعش يقول كل لازم متامره مع بعضها بالظبط بالظبط. ثم الدكتور مرسي بيقول لنا احنا اصدرنا الاعلان الدستوري ده بسبب مؤامره ما ليه، ايه ليه من جوه ولا من بره ولا ايه بالظبط؟ وبعدين يطلع امبارح في ظل توقعات انه هيفسر للشعب المصري فيكلمهم في حاجات تانية خالص خالص. يعني على الرئيس انه يدرك انه زمن فكره عدم الشفافيه مع الشعب ومع القوى السياسيه ملوش اي معنى، واذا كان في مؤامره وانت شايف انه ده الاجراء الوحيد، طب ما تدعي شركائك في الوطن دول قول لهم اشرح لهم الموقف ايه، ولا انت بتجيبهم بس علشان تاخد الكادر بتاع احنا بنعمل الحوار مع القوى الوطنيه ثم لا تستجيب لاي شيء بيقولوه. والبدائل طرحت عشرات البدائل، طرح من اول انه يعاد تشكيل هذه الجمعية أو على الأقل نستنى الحكم القضائي اللي هيطلع بخصوصها أو يضاف ليها ناس بإعلان دستوري، هو كان ضد أنه يصدر إعلان دستوري تاني ثم فوجئنا بيصدره بس عشان يمد لها شهرين، أو أنه يعاد تشكيل لجنة الصياغة جواها، أو أنه يشترط اشتراطات معينة في نسبة الحضور على الاستفتاء. يعني في عشرات البدائل اللي قدمت دون تمسك بموقف بعينه، فكرة العناد وأن احنا لا فوضويين ولا عدميين ولا بنصر على صلب الموقف. معتز قال عن لا هو مش دكتور معتز، هو بينقل وجهات نظر ثانيه حقيقه. اصل بصراحه انا اول مره، يعني اول مره استخدم كلمه كده عدميين عدميين دي حلوه قوي. ثم في التفاصيل بقى دكتور معتز في نقطتين مهمين انا اشرت لواحده في الجزء اللي فات ليها علاقه بموقف بعد القوى الدينيه اللي كانت من اسبوعين محولنا الخلاف حوالين قضيه الدستور للشريعه، اختفت هذه القوى الان تماما من على المشهد وممثليها في الجمعيه التاسيسيه مرروا هذا الدستور اللي ما تمش تغيير فيه. ثم مش احنا القوة دي. ثم النقطة الثانية بقى وده يخص حضراتكم، أيوة. القوى الإسلامية من أقل من سنة كانت تملأ هذا الميدان بالملايين وهو برضو ما كانش حكر عليهم لوحدهم ومع ذلك سيبناه له، يعني القضية هنا مش مداب بتاع حد عشان تتظاهر ضد وثيقة الدكتور علي السلم. الآن نصوص هذه الوثيقة موجودة في الدستور اللي أقرته ممثلي حزب الحرية والعدالة والقوى الإسلامية الأخرى، علامة استفهام كبيرة جدا حوالين هذا الموقف. انا اشكرك شكرا، بس هو معلوماتين هي مش يعني بص بس في الاعلان وبص في الدستور مش لاقي بالظبط زي ما هي. الجوهر واحد يا دكتور، ها الجوهر واحد بغض النظر عن التعديلات. لو طلع دكتور مرسي امبارح، انا هسال حضرتك والله بجد حقيقي، انا يعني رايي عاوز اعرف الراي حضرتك. الناس دلوقتي بتقول مثلا دكتور مرسي كان طالع امبارح الاخوه والاحباء والحب والاحضار ومش عارف، لو كان طلع دكتور مرسي امبارح ضد الناس في التحرير وكان قاسي وقوي كان متاكد ان خطاب الاعلام النهارده كان هيكون كان المفروض يحتضن الناس يا جماعه، ما يطلعش يخبط في الناس، ده هو اللي هو المعارضه وخلاص. هي انت هي مسؤوليته اما وقد وصل للسلطه فلا بد انه يتحمل. ايوه بالظبط، وهو تحمل المسؤوليه امبارح بشكل واضح، قال انا اتشاور مع الكل وانا اتحمل مسؤوليه القرارات. بشكر الاستاذ نادر عمران، انا سعيد جدا والله في العداله، وبشكر الاستاذ حسام مونس محدث باسم التيار الشعبي، وكلاهما يعني من الوجوه النضره التي يتوقع ان شاء الله الانسان لها ومنها الكثير في المستقبل. فاصل سريع ونرجع نكمل نقاشنا بشأن مصر رايحة على